أو من وورد إلى بي إن جي كذلك أو إلى بي دي إف. فطريقة سهلة هي من خلال مثلا كتابة فقط تحويل بي دي إف إلى صورة، بي دي إف تو بي إن جي، صحيح. نختار أول خيار ثم نختار أبلود فايل ثم نختار رقم هذا الملف مثلا حجمه 728 ميجا بايت أو كيلو بايت عفوا، إذا سيأخذ بعض الوقت. كما تلاحظون هنا نضغط على داونلود، يمكنك إضافة مجموعة من الفيلات وتضغط على الداونلود آه. فبعد التحميل يفتح على شكل ملف وينرار بصيغة الوينرار. نكتب نختار أول ملف يتوفر على 34 صفحة، قم بتشغيله. كما تلاحظون حول لنا الصورة من البي دي اف إلى الصور كما تلاحظون. هناك طريقة أخرى تحويل الوورد إلى بي دي اف، كل ما عليك كتابة هو دوك صيغة إلى صيغة الملف الذي تريد الوورد إلى بي دي اف، ثم تختار مثلا هكذا ثم تضغط على convert file أو تحويل الملف. بعد ذلك بعد التحويل تضغط على الداونلود وتقوم بفتح الملف. ستلاحظ قد حول كما تلاحظون، هذا هو الملف ب 31 صفحة. كذلك مثلا هذا الملف سأقوم بتحويله هو أيضا إلى الوورد بي دي اف تو دوك. أو عفوا دوك تو بي دي اف، لا نعم دوك بي دي اف تو دوك. نقوم بالدخول هكذا ثم نختار الملف الذي قمنا بتحميله منذ قليل. أعتذر، ها هو. ثم نضغط على داونلود. نقوم بفتحه. كما تلاحظون انه نسخة عربية والوورد لا يقبل بشكل كبير النسخة العربية، لذا تجد به بعض المشاكل. هذا هو فيديونا لهذا، شرحنا لهذا اليوم. اذا اعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الاشعارات ليصلك كل جديد فيديوهات. نلتقي في فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد وهذا الشرح الجديد الذي سنتطرق من خلاله الى شرح طريقة تحويل اي ملف من صيغة الى صيغة. مثلا اريد تحويل ملف من بي دي اف الى بي ان جي على شكل صورة، او من وورد الى بي ان جي كذلك او الى بي دي اف. فطريقة سهلة هي من خلال مثلا كتابة فقط تحويل بي دي اف الى صورة، بي دي اف تو بي ان جي، صحيح. نختار اول خيار ثم نختار ابلود فايل ثم نختار رقم هذا الملف مثلا 728 ميجا بايت او كيلو بايت عفوا، اذا سيأخذ بعض الوقت. كما تلاحظون هنا نضغط على داونلود، يمكنك إضافة مجموعة من الفيلات وتضغط على الداونلود آه. فبعد التحميل يفتح على شكل ملف وينرار بصيغة الوينرار.
نكتب نختار أول ملف يتوفر على 34 صفحة، قم بتشغيله كما تلاحظون. حول لنا الصورة من البي دي اف إلى الصور كما تلاحظون. هناك طريقة أخرى تحويل الوورد إلى بي دي اف، كل ما عليك كتابة هو دوك صيغة إلى صيغة الملف الذي تريد الوورد إلى بي دي اف، ثم تختار مثلا هكذا، ثم تضغط على convert file أو تحويل الملف. بعد التحويل تضغط على الداونلود وتقوم بفتح الملف. ستلاحظ قد حول كما تلاحظون، هذا هو الملف في 31 صفحة. كذلك مثلا هذا الملف سأقوم بتحويله هو أيضا إلى الوورد بي دي اف تو دوك. أو عفوا دوك تو بي دي اف، لا نعم دوك بي دي اف تو دوك. نقوم بالدخول هكذا، ثم نختار الملف الذي قمنا بتحميله منذ قليل. أعتذر، ها هو، ثم نضغط على داونلود. نقوم بفتحه. كما تلاحظون لأنه نسخة عربية والوورد لا يقبل بشكل كبير النسخة العربية، لذلك تجد فيه بعض المشاكل. هذا هو فيديونا لهذا، شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد وهذا الشرح الجديد الذي سنتطرق من خلاله إلى شرح طريقة تحويل أي ملف من صيغة إلى صيغة. مثلا أريد تحويل ملف من بي دي اف إلى بي إن جي على شكل صورة، أو من وورد إلى بي إن جي كذلك أو إلى بي دي اف. فطريقة سهلة هي من خلال مثلا كتابة فقط أريد تحويل بي دي اف إلى صورة، بي دي اف تو بي إن جي أو كان صحيح. نختار أول خيار، ثم نختار أبلود فايل، ثم نختار رقم هذا الملف مثلا حجمه 728 ميجا بايت أو كيلو بايت عفوا، لذا سيأخذ بعض الوقت. كما تلاحظون هنا نضغط على داونلود، يمكنك إضافة مجموعة من الفيلات وتضغط على داونلود. فبعد التحميل يفتح على شكل ملف وينرار بصيغة الوينرار. نكتب نختار أول ملف يتوفر على 34 صفحة، قم بتشغيله كما تلاحظون. حول لنا الصورة من البي دي اف الى الصور كما تلاحظون. هناك طريقة اخرى تحويل الوورد الى بي دي اف، كل ما عليك كتابة هو دوك صيغة الى صيغة الملف الذي تريد الوورد الى بي دي اف، ثم تختار مثلا هكذا، ثم تضغط على convert file أو تحويل الملف. بعد التحويل تضغط على الداونلود وتقوم بفتح الملف. ستلاحظ قد حول كما تلاحظون، هذا هو الملف في 31 صفحة.
كذلك مثلا هذا الملف سأقوم بتحويله هو أيضا إلى الوورد بي دي اف تو دوك. أو عفوا دوك تو بي دي اف، لا نعم دوك بي دي اف تو دوك. نقوم بالدخول هكذا ثم نختار الملف الذي قمنا بتحميله منذ قليل. اعتذر، ها هو. ثم نضغط على داونلود. نقوم بفتحه. كما تلاحظون أنه نسخة عربية، والوورد لا يقبل بشكل كبير النسخة العربية، لذا تجد به بعض المشاكل. هذا هو فيديونا لهذا، شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد فيديوهاتنا. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد وهذا الشرح الجديد الذي سنتطرق من خلاله إلى شرح طريقة تحويل أي ملف من صيغة إلى صيغة. مثلا أريد تحويل ملف من PDF إلى PNG على شكل صورة، أو من وورد إلى PNG كذلك، أو إلى PDF. فطريقة سهلة هي من خلال مثلا كتابة فقط، أريد تحويل PDF إلى صورة، PDF to PNG. صحيح، نختار أول خيار ثم نختار أبلود فايل ثم نختار رقم هذا الملف مثلا حجمه 728 ميجا بايت أو كيلو بايت عفوا، لذا سيأخذ بعض الوقت. كما تلاحظون هنا نضغط على داونلود، يمكنك إضافة مجموعة من الفيلات وتضغط على داونلود فبعد تحميل يفتح على شكل ملف وينرار بصيغة الوينرار. نكتب، نختار أول ملف يتوفر على 34 صفحة، قم بتشغيله. كما تلاحظون حول لنا الصورة من البي دي اف الى الصور. ما تلاحظون هناك طريقة اخرى تحويل الوورد الى بي دي اف، كل ما عليك كتابة هو دوك صيغة الى صيغة الملف الذي تريد الوورد الى بي دي اف، ثم تختار مثلا هكذا ثم تضغط على convert file أو تحويل الملف. بعد ذلك بعد التحويل تضغط على الداونلود وتقوم بفتح الملف. ستلاحظ قد حول كما تلاحظون، هذا هو الملف ب 31 صفحة. كذلك مثلا هذا الملف سأقوم بتحويله هو أيضا إلى الوورد بي دي اف تو دوك. او عفوا دوك تو بي دي اف، لا نعم دوك بي دي اف تو دوك. نقوم بالدخول هكذا ثم نختار الملف الذي قمنا بتحميله منذ قليل. اعتذر، ها هو. ثم نضغط على داونلود. نقوم بفتحه.
كما تلاحظون أنه نسخة عربية، والوورد لا يقبل بشكل كبير النسخة العربية، لذلك تجد به بعض المشاكل. هذا هو فيديونا لهذا، شرحنا لهذا اليوم. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلك كل جديد فيديوهات. نلتقي في فيديو آخر بإذن الله. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذا الفيديو الجديد وهذا الشرح الجديد الذي سنتطرق من خلاله إلى شرح طريقة تحويل أي ملف من صيغة إلى صيغة. مثلا أريد تحويل ملف من PDF إلى PNG على شكل صورة، أو من وورد إلى PNG كذلك أو إلى PDF. فطريقة سهلة هي من خلال مثلا كتابة فقط، أريد تحويل PDF إلى صورة، PDF to PNG صحيح. نختار أول خيار ثم نختار أبلود فايل ثم نختار رقم هذا الملف مثلا حجمه 728 ميجا بايت أو كيلو بايت عفوا، إذا سيأخذ بعض الوقت. كما تلاحظون هنا نضغط على داونلود، يمكنك إضافة مجموعة من الفيلات وتضغط على داونلود فبعد تحميل يفتح على شكل ملف وينرار بصيغة الوينرار. نكتب نختار أول ملف يتوفر على 34 صفحة، قم بتشغيله. كما تلاحظون حول لنا الصورة من PDF إلى صور ما تلاحظون. هناك طريقة أخرى تحويل الوورد إلى PDF، كل ما عليك كتابة هو doc صيغة إلى صيغة الملف الذي تريد الوورد إلى PDF، ثم تختار مثلا هكذا ثم تضغط على convert file أو تحويل الملف. بعد ذلك بعد التحويل تضغط على الداونلود وتقوم بفتح الملف، ستلاحظ قد حول كما تلاحظون. هذا هو الملف ب 31 صفحة. كذلك مثلا هذا الملف سأقوم بتحويله هو أيضا إلى الوورد PDF to doc. أو عفوا doc to PDF، لا نعم doc PDF to doc. نقوم بالدخول هكذا ثم نختار الملف الذي قمنا بتحميله منذ قليل. أعتذر، ها هو. ثم نضغط على داونلود. نقوم بفتحه. كما تلاحظون